مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في فيديو مذكرات. ادري جدا طولت من اخر مرة، لكن ان شاء الله هذا الفيديو بيكون طويل ومليان مشاريع ومليان خيوط. طيب الفترة اللي راحت صراحة مرة كنت مشغولة من تعب ومن طلبية كبيرة وغير كذا شال ستيفن، فكنت مرة كأني اجري من وراء المشاريع. ما كنت حابة أصور المذكرات بدون ما يكون عندي إنجاز، فالحمد لله عندي إنجاز وعندي مشاريع منتهية. جبت كل المشاريع اللي شغالة فيهم واللي مو شغالة فيهم مركون من فترة، بس عشان أعمل تجديد لطاقتي، وأنتوا كمان تشوفوا معايا المشاريع اللي عندي يعني. فالمهم إن شاء الله الفيديو هذا بيكون دسم، ما أدري إذا بيكون طويل، بس على الأغلب بيكون طويل لأني حابة أخذ راحتي في الكلام ووقتي الكامل. الحمد لله العيال نايمين، إن شاء الله ما يصحوا في نص التصوير، فنشوف إذا ما أنسى شيء، لأنه بالعادة أنا أنسى. طيب الشهر اللي فات صراحة كان عندي إنجاز مشاريع، وكنت أسبوعين تعبت أنا والعيال. كمان بدأت الأكل الصحي، سبحان الله أول ما بدأت الأكل الصحي بعده بكم يوم أنا طحت تعبانة، ما أعرف إيش السبب، بس مرة كنت تعبانة. المشكلة أنا والعيال مع بعض، فالحمد لله واحدة من أخواتي أسبوع كانت عندي، وبعد أسبوع راحت، وجلست أسبوع كمان تعبانة مع العيال. فالحمد لله عدت على خير، وبدأت الأكل الصحي، والحمد لله أتعود على الأكل الصحي. أنا بالعادة ما كنت أكل نهائيا، يعني أكلي كان هو مضر وسيء، بس ما كنت أكل إلا وجبة واحدة، وهذا إذا مرة ما قدرت أتحمل الجوع وقتها كنت أكل وجبة واحدة إجباري، بس ما كنت يعني ما كنت مهتمة بالأكل أبدا. فطور غدا عشاء مرة ما في، يعني ما في إلا وجبة واحدة وهذا إضطرار يعني. فالحمد لله وقفت القهوة، وقفت الغازيات، صرت أشرب موية كثير، وتعودت على إني أشرب الموية. يعني سابقا ما كنت أشرب موية نهائيا. المهم صارت عندي تغيرات كثيرة في الحياة، الحمد لله روتيني أتغير، نظامي أتغير، صرت أنام كثير في الليل وأصحى الصباح. يعني بدأنا نمسك العادات السيئة حبة حبة. أول شيء سويت هو أني بدأت الأكل الصحي، وبعدها على طول قللت القهوة ووقفت القهوة والغازيات. طبعا عندي يوم مفتوح في الاسبوع، بس الصراحة يعني لاحظت اني اتحمل اسبوع كامل، لما نيجي اليوم المفتوح هنا اخرب كل شيء. يعني القهوة ترجع والغازيات ترجع، كأني احافظ 5 أيام أو 6 أيام على الاكل الصحي، واليوم المفتوح بيخرب فيه كل شيء. فحاليا الخطة اني في اليوم المفتوح احاول امسك نفسي، احاول ما اخبص في الوجبات. ما ادري انا ليش جالسه احكيكم عن الاكل الصحي، لكن هذا التغير الكبير اللي صار معايا حاليا من شهر يعني. فان شاء الله نستمر مع الاكل الصحي، ونستمر اني احاول قد ما اقدر اوقف الغازيات حتى في الايام المفتوحه عندي، ما اكثر اكثر من مشروب واحد. والقهوة صراحة يعني في البداية أول 3 أسابيع من الأكل الصحي كنت موقفة القهوة نهائيا كده، يعني ما في يوم حتى شيء قليل ما أسويه أبدا، حتى القهوة العادية الصحية السوداء هذه ما أسويها عشان لا أعود نفسي. بس صراحة من آخر أسبوع صرت عادي أدخل القهوة اللي عادة كنت أشربها، اللي هي أظرف النسكافيه دبل، مو اللون الأحمر كلاسيك، لا اللي لونه رمادي، سعراته أقل. فصرت أشرب بس كوب واحد في اليوم، وفي أيام ما أشرب صراحة. طيب ندخل على المشاريع المنتهية. حوريكم مشروعين أشتغلتهم ورا بعض. طبعا أشتغلتهم بالفترة اللي كنت تعبانة، يعني كانت بداية التعب مو مرة يعني طايحة، لكن الحمد لله يعني في شوية سخونة، في شوية كحة، شوية صداع، شوية تعب وإرهاق جسدي، بس كنت أقدر أشتغل، عرفتوا؟ طيب هذا المشروع الأول المنتهي، طبعا مو بالترتيب بس بحاول يعني أرتب لكم الموضوع.
حتلاقوا أسماء البترونات والمعلومات في صفحة مشاريعي على رافلري. صراحة هذا أسهل طريقة أسويها ممكن، فحتلاقوا كل شيء هناك في رافلري موجود. لأنه من فترة صرت ما أكتب المعلومات عندي على الورق، صرت ما أستخدم الورق، ما أعرف ليش صراحة، فصرت أستخدم موقع رافلري. طيب هذا البترون مجاني، ما أفتكر بالضبط مين المصممة، لكن حتلاقوا كل شيء في رافلري زي ما قلت لكم. اشتغلت دائري من تحت، بعدين التناقص اللي هنا صراحة يجنن، أنا حاطة البومبوم هذا بس التناقص من فوق مرة رهيب. طبعا هذا سويته لعبد العزيز عشان يلبسها في الشتاء في المدرسة غالبا. الخيط اللي استخدمت في القبعة بواقي خيوط أليز قطن جولد بلس، ما أفتكر درجات الألوان، لكن هذا رمادي وهذا الأبيض العادي. طبعا مشيت على البترون بالضبط، صارت كبيرة شوية بس عادي، أحس أحسن لأنه عندي عبد العزيز ما شاء الله راس مرة كبير، شايفين. طبعا هذا بعد الاستخدام، ما غسلته لسه، بس لبس يمكن 3-4 أيام لبس القبعة. طيب هذه القبعة الأولى. القبعة الثانية قبعة سادة ما في شيء، برضو له بترون بس هذا بترون مدفوع، المفروض إنه هنا تكون فيه نكشة بس أنا صراحة ما سويت النكشة، خليتها سادة، برضو خيوط أليز قطن جولد بلس، نفس مقاس الإبرة اللي هنا، ما أفتكر صراحة كم كان، لكن نفس مقاس الإبرة وتقريبا الأعداد نفس الشيء، بس هنا مشدود، القبعة هنا مشدودة عشان الغرزة اللي هنا كلها مقلوبة، كل الغرز مقلوبة. شوف هذا من الداخل، فإن شاء الله ناوي أسوي قبعات العيال، بس مو الحين يعني، حسويهم كتغيير أو عشان أحس بالإنجاز بين المشاريع الكبيرة اللي عندي. طيب المشروع المنتهي التالي هي من طلبية جاتني، طلبية مواليد، كنت أشتغل فيها صراحة من القلب عشان أخلصها لأنها مرة كبيرة الطلبية. طيب نبدأ أول شيء بالبطانية. البطانية المفروض هنا في الداخل تكون في وردات باللون الأصفر اللي هنا، طبعا أنا سويت نص الوردات بس نسيت أجيبها معايا من الغرفة، فقلت عادي أصور لكم بدون الوردات. أشتغلت كل مربع لحال، في فيديو بحط لكم الفيديو، لكن أنا غيرت فيه أشياء، غيرت مقاس الإبرة وغيرت طريقة التناقص اللي هنا في البتل، ما أدري شو اسمه، بتلات ما أدري، عموما في تغير بسيط، بس صراحة لأني وقفت الكتابة على الورق فما أفتكر نهائيا أبدا، ما أفتكر إيش سويت أنا، يعني كنت أشتغل كذا بدون ما أكتب اللي التغيرات اللي أنا بسويها. في الطلبية هذه استخدمت بترونات بس ما أفتكر أسامي البترونات، ما أفتكر عدد الغرز اللي حطيتهم، ما أفتكر أي شيء، ما أتذكر أبدا، ولأني ماني كاتبة فطبيعي ما أقدر أفيدكم في الطلبية هذه. طيب حتى في الأطراف برضو سويت فيه تغير، الزبونة أرسلت لي صورة البطانية هذه، وتعبت وأنا أدور البداية، طبعا أنا أقدر أسويها من الصورة بس كنت بحاول أدور فيديو أو بترون حتى لو كان مدفوع بس عشان أختصر علي الوقت، لأنه نفس الفترة كنت تعبانة فأشتغل وأنا تعبانة، تخيلوا. المهم خلصت البطانية. بعد التشبيك، بعد ما شبكت المربعات فردت القطعة، بعدين كملت أشتغل الأطراف، بس برضو رح أفرد مرة ثانية عشان الأطراف وعشان خلص يعني أتأكد إني خلصت من البطانية، وآخر شيء حسويها إني أشبك الورود. البطانية تقريبا متر في متر. طيب نروح للقطعة الثانية من الطلبية هذه. طبعا مع الطلبية في بطانية وفي بلوفر وفي بنطلون، وتعرفوا الحاجات الصغيرة كمان حقة المواليد.
طيب نروح مع المشروع التالي واللي هي الشنطة هذه. دقيقة أطلع اللي بداخلها. طيب كانت تبغاني أسوي لها شنطة، ولأن اللون أبيض صراحة مرة بحافظ عليها قد ما أقدر، مع ذلك أحس هنا كأنه غبر، مدري حغسل بعدين وأشوف. طيب هنا القاعدة، طبعا القاعدة سويت القاعدة سويتها بنفسي في فيديو اتبعته للقاعدة، صراحة الفيديو مرة رهيب، بحاول أحط لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. طبعا لعبت فيه، مدري أتوقع طولت في عدد السلاسل وطولت في التزايدات، صراحة ما أفتكر أنا إيش سويت، لكن في تغير، لكن بنفس الطريقة اشتغلت. صح نسيت أقول لكم، كل الخيوط المستخدمة في هذه الطلبية هي خيوط قطن جولد أليس، وهذا اللون أبيض، مو معايا الليبل بس هو أبيض. طيب بعدين اشتغلت الطول، الغرزة صراحة تجنن، أنا لازم أسوي لي شنطة مشاريع بنفس الغرزة هذه. طبعا الشنطة صارت قاسية تقريبا وتوقف، لأني كنت ماسكة الخيط دبل، وتعرفوا قطن جولد لون أبيض الفتلة بتكون مرة ناشفة، فعشان كده صارت قاسية وواقفة. بعدين هنا اشتغلت اتوقع سطرين حشو بفتلة واحدة، عشان اذا بتثبت اذا بتسوي بطانة وتركب السحاب يصير سهل عندها انها تخيط السحاب والبطانة على هذا الجزء، لانه هذا الجزء مرة قاسي فتلتين وهنا فتلة، فهذا الجزء مرة يعني ممكن يكون سهل انها تخيط، ما ادري انا سويتها من عندي وبعدين حستشيرها واشوف. هذا حجم الشنطة، الشنطة مرة كبيرة صراحة. هي كانت تبغى شنطة مواليد بس قالت ما ابغاها تكون مرة كبيرة، وبنفس الوقت ما تكون شنطة صغيرة مرة يعني، فاخذت لها القياسات وكل حاجة والحمد لله تمام، بس كانت بتقول لي ابغاك تطولي اكثر، فيمكن افك الجزئين اللي هنا السطرين اللي هنا واكمل اطول في فطول الشنطة عادي لانه عندي الخيط. طيب بعدين كنت محتارة في اليد للشنطة، انا اعطيتها فكرة قلت لها وانت تسوي البطانة ركبي شريط ابيض تحت اليد عشان ما ينشد ما يمط. فما ادري صراحة اذا عندكم افكار او فيديوهات ليد الشنطة تكون عريضة زي كذا ترسلولي، لانه احس هذا رح يشد ويمط، شايفين كيف اشتغلت عواميد بلفة وانا ماسك الخيط فتلتين، فلسه يعني ما خلصت الشنطة مرة، بس يعني تقريبا خلصت جزء كبير من الشنطة. طبعا الشنطة ما تكون سادة كذا، هي قالت لي اشتغلي الشنطة سادة بعدين نركب نفس وردات البطانية، بس انا ما اعرف اذا حتخلي الوردات بس في جهة واحدة ولا كامل الشنطة. وكمان قالت لي شوفي اذا يمديكي تركبي في الجوانب جيوب، فيعني الشنطة لسه ما هي خالصة مرة. طيب اخر شيء بوريكم واللي هي طقم القبعة والجورب وتعليقة الهاية. طيب الجوارب سويتهم تريكو، هي قالت لي ابغى الجوارب تريكو والقبعة تريكو، فسويت لها هذا الجوارب، ان شاء الله يكون المقاس كويس، اعتقد واحدة صارت طويلة وواحدة صارت صغيرة بالضبط، بس عادي ما رح يبين مرة. وبعدين القبعة عادي سادة، ما اتذكر عدد الغرز اللي حطيتهم. بعدين سويت لها كمان قبعة وجورب من الكروشيه، صراحة الكروشيه أحلى في مشاريع الأطفال. وهنا الجورب، هنا كمان شفت فيديو، إذا لقيت الفيديو بحط لك في صندوق الوصف. برضو في نفس الوقت سويت تعليقة، صارت عندي تعليقتين، واحدة طويلة وواحدة قصيرة. طيب وبكذا نكون خلصنا من مشاريع المنتهية من الطلبية هذه. في شيء لسه جالس اشتغل،
في الطلبية طبعا هذه المشاريع اللي خلصتهم. طيب هنا بشتغل، هي قالت لي اما تسوي جاكيت او بلوفر، فانا قلت يعني ليش جاكيت للمواليد، حسيت بلوفر احلى، وبعدين فلاكس يفوز صراحة، فسويت لها فلاكس برضو بنفس الخيط قطن جولد ابيض، بس الخيط ناشف ناشف لدرجة يعني الغرز ما هي مرتبة، عرفتوا؟ فخلصت البلوفر، طبعا سويت الدروب القصيرة قبل ما افصل الاكمام، اشتغلت من الباترون صراحة ما غيرت في حاجة، اشتغلت اصغر مقاس مع انه هي كانت تبغى عمر 3 شهور وفوق، فسويت لها مقاس من 0 إلى 3، بس المقاس كويس يعني انا حسيته كويس، ايش رايكم انتو؟ انا خلاص على وشك اختم الجسم، بس وقفت الشغل فيه لاني حابة اصور هذا الختم اللي هنا، هذا الختم دائما استخدمه في مشاريع الاطفال، مشاريع الاطفال دائما اعتمد هذه الطريقة، فحبيت اصوره لكم مرة واحدة في القناة ان شاء الله، شايفين؟ وبس المشاريع البلوفرات الكبيرة دائما استخدم تيوبلر بايند اوف. طيب هذا البلوفر، باقي لي شيء بسيط واخلص من البلوفر، ويبقى عندي اخر قطعة واللي هي اخر قطعة واللي هي البنطلون. طيب حوريكم اللي انا جالسة اشتغل فيه حاليا، لساتني في البداية طبعا، الاولوية للطلبية هذه عشان اخلصها بسرعة. صراحة مرة احترت، هي قالت لي ابغى بنطلون سادة ما فيه شيء، فاحترت في البداية يعني كيف حبدأ الغراز، هل ادور بترون، هل ادور فيديو يشرح، فما كنت ابغى شيء فلات، على قد ما بحثت في اليوتيوب يعني تقريبا الاغلبية عندهم الاغلبية شارحين البنطلون او السروال بشكل منفصل بعدين خياطة، انا صراحة هذا ما كنت ابغى، فاتذكرت انه عندي بترون سابقا اشتغلته تيست، كان بحط لكم صورته، ما هو سروال بس ينفع كسروال يعني اذا انا طولت بدون ما اسوي التناقصات، فقلت راح اخذ القياسات من هذا البترون، فان شاء الله انه المقاس يكون كويس، بشتغل اصغر مقاس، الاعداد حمشي فيها نفس البترون الين ما اوصل للارجل، فيصير بدل ما اسوي التناقص حخليه طويل وحمشي على نفس القياسات. بستخدم ابر شياغو، مقاسات الابر اللي عندي هنا خليني اشوف لكم المقاسات، عندي مقاس 3 ملليمتر و3.5 ملليمتر، هذا في التريكو اللي استخدمته في الطلبية هذه، في بلوفر فلاكس، في القبعة وفي في الجورب، بس استخدمت 3 و3.5. طيب كده خلصنا مشاريع الطلبية، ان شاء الله الفيديو الجاي تشوفوه هو مخلص، ما ادري اذا يمديني اصور مذكرات بعد ما اخلص الطلبية او لا، لانه بعد ما اخلص الطلبية لازم على طول يعني ارتب الطلبية واعطيها. طيب قبل ما ادخل على المشاريع اللي حاليا بشتغل فيهم مع الطلبية هذه، بوريكم الكروس تيتش، بما انه هذا الفيديو حيكون لكل المشاريع اللي عندي، فبوريكم برضو مشاريع الكروس تيتش او الايتاميل اللي عندي، عندي بس مشروعين كروس تيتش، هذا قد شفتوه سابقا والى الان موقفة على هذا العصفور الجميل، اتمنى اني اوفر وقت واقدر اشتغل في اللوحة هذه، صراحة البترون مرة جميل، البترون مجاني بس ما ادري من اي موقع،
إذا لقيت برضو بحط لكم الروابط. البترول الثاني أو المشروع الثاني ميكروستيتش هو الصبارات. بدأت في رمضان، طبعا طلبتها من عند بنان، بدأت في رمضان بس اشتغلت فيه صراحة وقته كان مرة في رمضان، يعني بعد رمضان سحبت عليه صرت ما أفضله، بس بين فترة وفترة كذا أرجع أشتغل لي جزء بسيط وأرجع أوقف، عرفتوا؟ فهذا اللي أشتغلت من الصبارة. طبعا بحاول اني ما ابدأ مشاريع، بحاول اني ما ابدأ خصوصا مشاريع الكروستيتش بما انه عندي اقمشة، يعني جايبة اقمشة، فبحاول اول شيء اخلص هذا المشروعين هاللوحتين عشان يمديني ابدأ شيء جديد. طيب هذا بالنسبة لي الايتامين او الكروستيتش. المشروع الحالي اللي بشتغل فيه مع الطلبية، تحذير للبنات اللي بيشتغلوا شال ستيفن ويست الغامض، اذا ما تبغي ينحرق عليكي، مع انه خلاص اخر جزء نزل من اسبوع، بس برضو يعني اذا ما تبغي ينحرق عليكي فالان انا راح اعرض شالي. كنت ناوية اصور فيديوهات اسبوعية وفيديو كيف تشتري البترون ومتى ينزل وكيف تختاري الخيوط، يعني عن مشروع ستيفن، بس عشان تعبت اسبوعين فراحت علي الوقت. بعد اسبوعين صراحة انشغلت في اشياء ثانية وما مداني اسوي الفكرة هذه، لكن باذن الله السنة الجاية ان شاء الله، يعني السنة الجاية راح اسوي هذه الفكرة. طيب بوريكم الشال، انا اشتغلت اول اسبوع معاه واشتغلت الاسبوع الثاني معاه وانا اشتغل في الطلبية، والاسبوع الثالث صراحة صرت مو اتكاسل لكن ما مداني اشتغل معه. طبعا هذا المشروع اذا ما اشتغلتيه مع مع الناس، يعني اللي بيشتغلوا في مجموعة، اذا ما اشتغلتي معاهم خلاص راح يتركن. بحاول افرد لكم هو. طيب هنا عندك اول قسم او اول جزء، اول كلو نزل. طيب طبعا يعني بس تشوفي كذا تحسي شيء مره سهل، هو سهل بس ياخذ وقت يطلع عيونك كذا من مكانه، يعني خصوصا الضفائر اللي هنا تشتغلي كذا سطر سطرين وتختمي الغرز وترجعي تحطي غرز في السطر اللي بعده، شايفين؟ فهذا الشيء صراحة متعب بس النتيجة صراحة مرة حلوة النتيجة، شايفين؟ طيب هذا كان القسم الأول. بعد كذا القسم الثاني الدروب القصيرة يلي هنا. طيب كان ممتع ممتع مرة صراحة. القسم الثاني كان مع الدروب القصيرة اللي هنا، وفي الجزء الطرف الثاني مع الضفائر اللي هنا، ونفس الشيء في الجهة الثانية. بعدين القسم الثالث أتوقع إنه نشتغل هذا الجزء مع الأيكورد اللي هنا. طبعا هذا الايكورد كان اختياري، يعني مو لازم تسويه، بس صراحة مرة طالع حلو. صح متعب انك تسوين 10 ايكوردات احبال ايكورد، بس يعني مرة طالع حلو. طيب القسم الثالث، القسم الثالث اللي هو هنا. طبعا هذا القسم الثالث انا اشتغلته في مكة امس يوم الجمعة. هذا القسم حيكون في تناقصات من هنا على طول الجزء ده. طيب بحاول احط لكم صور وانا اشرح. هذا الشال حسوي فيه تغيرات من عندي،
فأول تغير حيكون القسم هذا تشتغل فيه تناقصات إلين ما توصل هنا. فالجزء الختم اللي هنا صراحة مو عاجبني، فاللي حسويه راح أسوي تغير بسيط في هذا الجزء بحيث إنه الختم اللي من هذا القسم مع هذا الجزء راح يكون مساوي، في الشال مو مساوي صراحة، بحط لكم صور. فهذه حيكون أول تغير. ثاني تغير، القسم الأخير المفروض إننا في هذا الجزء نلقط غرز من هنا، وفي يعني تشتغلي قطعة، والقطعة هذه صراحة مو مثلث، ما أدري كيف جاي. طبعا بحط لكم صورة وأنا أشرح. راح أسوي فيه تغير. شفت وحدة غيرت في هذا الجزء، اشتغلت جزء هنا بالوردي، طيب بعدين حطت شراشيب في الفتحات اللي هنا، ما اشتغلت نفس التصميم، وانا حسوي كذا، ولكن هي اشتغلت جزء وردي كذا، طيب بعدين خلته مثلث، يعني مثلث طالع من هنا ومثلث طالع من هذا الجزء ومن هنا ومن هنا. انا صراحة المثلث هذا ما عجبني، فحسوي نفسه اشتغل الجزء اللي هنا شيء بسيط، اتوقع انه نفس الغرزة اللي هنا اللي هي التويست، فممكن حشتغل التويست هنا في كل جزء. طيب بعدين خلاص اختم الغرز على كذا، واحط اركب الشراشيب هنا في الفتحات في اللوب، واكون كذا خلصت منه، خلصت من الشال. يعني هذا القسم او هذا الجزء ما راح يكون نفس التصميم الاصلي، التصميم الاساسي، بس هذا الجزء لا، حيكون نفس ما هو، بس التغير راح يكون في حافة الشال. على ما يجي وقت ان شاء الله نشوف. طبعا هذا المشروع ما راح اشتغل في هذا الشال الا لما افضى من الطلبية. انا صراحة حاليا عندي 3 طلبيات. الطلبية الاولى هي طلبية المواليد، الطلبية الثانية حوريكم بعد شوية قد شفتوه سابقا، الطلبية الثالثة هي قبعة بحط لكم صورتها لما نجي للمشروع نفسه. فإلى ما أخلص الطلبيات الثلاثة هذا المشروع راح يكون مؤجل للأسف الشديد. صراحة ما كان ودي هذا المشروع يتأجل، كان ودي أن يخلص في نفس الوقت، لكن سبحان الله يعني تعبت وجتني طلبية وما قدرت يعني أشتغل مع المجموعة. طيب بوريكم الخيوط اللي بستخدمهم السنة هذه. استخدمت خيوط قطن جولد. طيب انا ليش حددت يكون قطن جولد؟ اول شيء السعر عندي رخيص هنا في الطائف، يعني سعر البكرة ب12 ريال، اما في مناطق ثانية صراحة يعني انصدمت انه سعر قطن جولد في بعض المناطق، في بعض المناطق ب17 و18 ريال، ففرق السعر. ثاني شيء ما كنت حابة اشتري خيوط على المخزون اللي عندي. انا كانت عندي بكرتين من هذا اللون، طيب هذا رقم اللون، كانت عندي بكرتين، فكنت حابة استخدم هذا اللون في الشال، فكنت ابغى اجيب لونين كمان عشان يعني مع اللون ده. المصمم اللي هو ستيفن ويست طلب يكون في لونين مشابهة لبعض، يعني درجة اللون تكون قريبة من بعض، ولون ثالث يكسر هاللونين. فأنا كانت عندي هذا اللون، وكنت أبغى لونين يعني يكونوا قريبين من بعض. طبعا في الصور هذا اللونين كانوا مرة مشابهين لبعض، بس بعد ما جبت اللونين صراحة انصدمت في اللون، أبدا مو نفس اللون اللي في الصورة، فما كان عندي خيار إلا إني أشتغلهم كذا. بس الصراحة يعني الشال طالع حلو. هذا اللون شوفوا رقمه كم، ما أدري إذا تعرفوا هذا اللون أو لا، لكن هذا اللون تخيل مو رمادي، هو طالع رمادي عندكم في تصوير دائما بيطلع لي رمادي، بس هو مو رمادي، اللون على الطبيعة على أزرق أكثر، على سماوي أكثر، عرفتوا؟ كأنه في يعني مرات أشوف اللون بنفسجي، مرات أشوفه رمادي، مرات أشوفه سماوي صراحة، بس اللون مو رمادي رمادي. طيب وهذا اللونين صراحة قريبين من بعض. عموما عشان كذا هذه قصة اختيار الألوان، وهذا الخيط صراحة من المفضل عندي اللي هو رقم 599، اللون ده صراحة يجنن.
طيب نروح للمشروع اللي بعده. بالنسبة للمشاريع اللي حتشوفوهم دحين راح يكونوا مشاريع تركتهم أنا حاليا على ما أخلص الطلبيات ومشروع ستيفن. طب أول حاجة عندي الطلبية الثانية اللي وريتكم قبل فترة أو في المذكرات السابقة. طيب شوفوا هذا هي الطلبية إذا تفتكروها. فكيت المشروع هذا بسبب إنه الخيط ما كان يكفيني في الطلبية، فالزبونة هي اللي أرسلت لي الخيط، فكلمتها وعلى ما جات البكرتين أخذ وقت طويل صراحة، فالحمد لله الآن وصل الخيوط، وصلتني البكرتين والآن أقدر أكمل المشروع. لكن أنا فكيت ليش؟ لأني يعني في فترة جلست أشتغل في الطلبية، كنت عارفة وحافظة طريقة الشغل في الطلبية هذه، طيب وعارفة التقسيمات وعارفة كل حاجة، وللأسف ما كتبتهم عندي في مكان، ولأنه الخيط نقص علي فوقفت المشروع ونسيت كل شيء. فقلت الأفضل يعني أفتح المشروع وأشتغل من أول وجديد وأكتب الأرقام وأكتب التقسيمات. صراحة الجزء هذا مرة سهل، عرفتوا؟ والنكش السهلة اللي هي البروكينج ريب، وكمان يعني القطعة الثانية أنا كنت اشتغلت قطعتين كاملة، القطعة الثانية نسيت أسوي فيها فتحة الأزرار، فعشان كذا قلت خلاص مرة واحدة أفتح، وكمان مرة واحدة أرتب ترتيب الألوان، يعني تجيني درجة اللون من الأمام ومن الخلف نفس اللون، يعني ترتيب الألوان اللي هنا أبغاهم يكونوا نفس الشيء، فعشان كذا فكيت المشروع. طبعا هذا خليته ليش؟ القطعة هذه ما فتحتها لسه، تخيلوا هذه كلها بكرة واحدة، هذه القطعة هذه كلها بكرة واحدة، يعني أنا ما قصيت شيء من الخيط، كنت أشتغل بدون ما أقص، فرجعت لفيتهم بدون ما أقص أي شيء من الخيط. البكرة أتوقع 25 أو 50 جرام صراحة ما أفتكر. القطعة هذه خليتها عشان أخذ القياسات، راح أسويها نفس المقاس اللي هنا، فعشان كذا تركتها عشان أخذ القياسات. طبعا القياس حاخده وأنا أعد الغرز اللي هنا. هذه بالنسبة لي الطلبية أو المشروع الثاني صح؟ لا الثالث. طيب نروح للطلبية الثالثة. طبعا الطلبية الثالثة ما اشتغلت فيها أبدا صراحة، والطلبية هذه لأنها طلبية بنت خالتي فهي مؤجلة، واللي هي قبعة بحط لكم صورتها. القبعة صراحة جالسة أجرب فيها، اشتغلت مرة من تحت ومرة من فوق، فلسه يعني مطولة فيها. هي تبغى القبعة تكون واقفة شوية، تكون قاسية. طبعا وريتها الخيوط اللي عندي وهي اختارت هذا اللون، لونه سماوي. طبعا هذا الجزء هذا الكمية أنا اشتغلت ورجعت فكيت اللون احاول اطلع لكم الليبل. اللون مرة هادي ومرة جميل، شوفوا هذا رقم اللون اللي هو 513. طيب تبغى القبعة تكون شوية واقفة وقاسية، قلت لها طيب في خيوط مخصصة للقبعات اللي زي كذا، يعني تكون الخيط الفترة تكون مرة ثقيلة. قالت لا ابغاها تكون صيفية وزي كذا، يعني وريتها القطعة هذه وقالت ايوه خلاص كمل على كذا. فهذه طلبية اخر شيء حاشتغل فيها صراحة، اول شيء اخلص طلبية المواليد، بعدين اخلص طلبية الفيست، واخر شيء حيكون هذا، لانه البنت قالت لي انا بسويها هدية لصاحبتي ولسه يعني مطولة على ما اروح لها. طيب الان راح اوريكم اربع مشاريع كمان، وفي اثنين منهم يمكن راح ينفك. طيب اول مشروع اللي هو مشروع السكرابي، قد وريتكم هو والى الان ما فكيته صراحة، محتارة هل اكمل او افك. عندي بواقي قطن جولد، فكنت حابة اشتغل البطانية هذه فقط ببواقي قطن جولد، وبنفس الوقت يعني كل سطر حيكون بلون، يعني حتى لو بقي عندي من اللون بس وصلت لنهاية نهاية البطانية اني افكها اقطعها اقصد عشان اشتغل او اشبك اللون الجديد. ف
هذه عالقة عندي زي كذا، ماني عارفة هل أكملها ولا أوقفها. نفسي أسوي الحركة هذه، نفسي أسوي لي بطانية لي أنا شخصي بخيوط قطن جولد والألوان، يعني أحاول أرتب فيهم، بس بنفس الوقت أقول خلاص أنا قدني سويت بطانية مرة كبيرة بنفس الغرزة نفس الفكرة، فليش ما أسوي مربعات الجراني؟ نفسي أسوي لي بطانية بمربعات الجراني. عندي صراحة ألوان وعندي بقايا من قطن جولد، ف يمكن راح أفك القطعة هذه وأشتغل فيها جراني بعدين، طبعا مو الحين، بعدين إن شاء الله. هذا بالنسبة لي أول مشروع من المشاريع المركونة. طيب الثاني بحاول أفتح لكم من الكيس بهدوء، برضو شفتوه واللي هي الليفة، إلى الآن موقفة كذا، ما أدري صراحة هل أفك ولا أكمل. أنا لو كملتها صراحة ما رح أسويها لنفسي، يمكن أعطيها لأحد، بس لأنه عندي كمية مناسبة من خيط كارتوب وإيتامين، فمرة يعني محتارة. فكرت أصرف الخيط لأحد، بس ما أدري إذا في أحد منكم يعني يحتاج هذا الخيط أو لا. من فترة كنت طايحة على هوس الأساور اللي بالخيوط، فشفت ناس يشتغلوا الأساور بخيوط الإيتامين، فيمكن أعطيها تجربة وأحاول أشتغل لي أسورة كذا بخيوط الإيتامين فترتين، فما أدري صراحة، يمكن أجرب وأشوف. المشكلة أنا ما عندي خيارات كثيرة في الألوان، عندي بس الوردي هذا وعندي الأبيض، هذا الأبيض. فبس هذا المشروع على الأغلب راح ينفك، لأني مو قادرة أتقبل هذا الخيط، يعني مو متعودة، ما عجبني صراحة. ما أدري إذا أفك وأصرف لأحد، ما أدري صراحة إذا في أحد يبغى هذا الخيوط أو لا. ممكن حعرض الخيط هذا على جروب تبادل الخيوط في الواتساب. طيب المشروع التالي، هذا المشروع على الأغلب ما رح أشتغل فيه إلا في الشتاء، واللي هي بطانية الذكريات. نفس ما وريتكم، نفس ما شفتوه آخر مرة، ما أشتغلت فيه أبدا من آخر مرة شفتوه. البطانية صراحة صارت كبيرة، بس أكيد أنا بكبرها كمان، لأنه عندي الخيوط مرة كثير، يعني عندي خيوط البطانية هذه بستخدم فيها خيوط ساتان وخيوط هابي بيبي وخيوط جينز، أكثر شيء عندي جينز، فيمكن أدخل فيه قطن جولد، ما أدري، يعني إذا صارت عادي ليش لا. فهذه البطانية راح تكون بطانية شتوية إن شاء الله، في الشتاء راح أشتغل فيها، لأنه حاليا يعني ماني فاضية، ما أقدر أشتغل في هذه البطانية إلا لما أخلص المشاريع اللي عندي. أقدر أشتغلها بين وبين مشاريع، أو مثلا أحط لي مربع كل يوم أو كل يومين أو كل أسبوع، بس أنا البطانية هذه أبغى لما أمسكها خلاص ما أشتغل إلا فيها، وما أتركها إلا لما أخلصها، عرفتوا؟ فعشان كذا يعني مؤجلة الشغل فيها على ما تتيسر الأمور وأخلص مشاريع الأولوية ويصير أفضل هذه البطانية. فعشان كذا صراحة ما خليتها بطانية شتوية. طبعا هذه البطانية أنا بدأتها السنة اللي فاتت بداية الشتاء أتوقع، أو نص الشتاء ما أفتكر، يعني كملنا سنة تقريبا وصار عندي مشروع مركون. المشاريع المركونة بالنسبة لي إذا كملت سنة وقتها حتكون مشروع مركون، إذا كانت أقل فلا. طيب آخر مشروع حتشوفوه في الفيديو أو في المذكرات هذه، واللي هي هذه البطانية، بطانية سكرابي. عندي حاليا بس بطانيتين سكرابي، اللي هي هذه وبطانية الذكريات. بطانية الذكريات هي سكرابي لأنه كانت عندي مجموعة مرة كبيرة من خيوط هابي بيبي، بكرة، نص بكرة، بواقي، ومن جينز، أكثر شيء كان عندي جينز بكرات من كل لون، فهذيك حتكون بطانية سكرابي أكيد، وهذه كمان. بالنسبة لهذه البطانية في باترون
تقريبا نفس هذه، بس اتوقع هي مكونه من سطرين او ثلاثة سطور ما ادري، بس انا اشتغلت من عندي. طيب بحط لكم ان شاء الله اذا لقيت البترون احط لكم في صندوق الوصف، بس انا بشتغل من عندي نفس طريقة التشبيك واخفاء الخيوط اللي اشتغلتهم في بطانية السداسية. طبعا عندي هنا خيوط حقصهم، يعني ما فضلت اقص الخيوط. الخيوط اللي بستخدم في البطانية هذه هي خيوط ديفا. من بدأت حياكة الجوارب بدأت في خيوط ديفا، فكنت أشتغل جوارب وكان تبقى عندي تقريبا أكثر من ربع البكرة. طيب فأشتغلت جوربين سكرابي ما قدرت أخلصهم، يعني الكمية عندي حلوة أقدر أشتغل فيهم جوارب، بس لازم يعني أحولهم جوارب سكرابي، فهذا شيء أنا ما أبغى. فقلت خلاص هشتغل فيهم بطانية حتى لو ما تدفي، يعني يمكن تصير بطانية الحضن ولا بطانية على الكنب. فقلت أتخلص من الكمية اللي عندي، الكمية اللي عندي مرة كبيرة عرفتوا. فاشتغلت البطانية هذه صراحة ممتعة، بس صرت أحط مربع مربعين كل فترة، يعني ما هي مركونة مرة بس بنفس الوقت ما مسكتها، يعني ما أمسكها كل يوم. طيب وبكذا أنا خلصت فيديو المذكرات، عرضت لكم كل المشاريع اللي عندي حاليا، من المشاريع اللي بشتغل فيهم ومن المشاريع اللي مؤجلتهم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو. أتوقع الفيديو هذا طويل لأن صراحة التصوير أكثر من 50 دقيقة عندي حاليا، فمع المونتاج أكيد راح يقل، بس برضو إن شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا، ويا رب تنزيل الفيديو هذا يكون سهل، وكمان المونتاج أكيد ياخد وقت يمكن 2 إلى 3 أيام قدام، فعلى الأقل صورت المذكرات في وقت الحمد لله. فنشوفكم على خير ومع السلامة.